السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. بعد ما درنا فيديو اللي شفتوه بالامس اللي كان فيديو رائع من اروع ما يكون لتدريبات شاقه وقاسيه جدا لاسماعيل بن ناصر في زمن الكورونا، وشفنا كيفاش التدريبات يعني قاسيه، تدريبات بروفيسيونال. الفيديو المغزى اللي درته انا البارح اللي شافوه خوتنا باش نبين لكم كاين ناس ايضا اللي كانوا يقولوا بلي لازمنا نلعبوا في المنتخب الوطني وعندنا بلاصتنا دو باس، ما يعرفوش يديروهم، يقول لك لازمنا نلعبوا في المنتخب الوطني. انا مانيش باش نطيح من قيمه اللاعب المحلي، بصح هل يوجد في البطوله واد كنيس لاعبين اللي يديروا تدريبات كما دار اسماعيل بن ناصر؟ والحديث قياس، ما نسيتش. اذا برافو لاسماعيل بن ناصر وربي يوفقك، ولما لا مستقبل زاهر مع فريق اوروبي عريق باذن الله تعالى في القريب العاجل. موضوعنا كثر الكلام كثير 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 اليوم، علاش رانا مرتاحين والحمد لله ويا ربي يدومها النعمه، رانا علاش بعثوا لي ناس يا ولدي علاش راك ماكش دير في التصويتات والناس راهي دير في التصويت وديرنا تصويت على محرز وديرنا لو ليان رابط دير وكذا وكذا وتا كيفاش يا ولدي؟ قلت لهم يا ناس انا ما نمش بالخروط وهذا نتاع لي سيت هذا ما نمش به، انا كنت واش حاجه اوفيسيال باينه واضحه العالم الكل يعرفها، ما نتكلمش عليها وما نديرهاش. بصح يا سيدي ما عليش ندير لكم رايكم وما فيها حتى مشكل، باش ما تقولوش راه يكره محرز ولا كتعرفوني. انا دفعت على محرز ملي كان في ليستر وانا ندافع عليه الى غايه الان، مش هو كل لاعبين المحترفين ندافع عليه سواء حتى بالسبعيني والله عطال دائما نذكرهم الا بالخير. اذا قلت لهم انا مش مشكل، درت لهم الرابط. بعد مده عرفوا باللي حكايه فارغه، الناس فاقت، حكايه فارغه. ميسي مع محرز في لافينال ويديها ميسي، والناس صوتت على محرز، ها المشكله وين؟ الناس فوطات على محرز. ميسي نيمار مع صلاح في لافينال ويديها نيمار، والناس فوطات على نيمار، على صلاح. دوك نبداو نهضرو بالديتاي. انا ما نلوم ولا يوتيوبر سوا معايا سوا ضدي، كل يوتيوبر هم احرار، بل بالعكس انا نشجع. انا كنشوف يوتيوبر يدير تصويت نفرح، حاجه مليحه يشجع في ولد بلاده، ولا مانيش نقول عليه راه ما يعرفش ولا، بالعكس انا نشجعه، انا نشجع اي يوتيوبر مهما حتى نكونوا ما نتفاهموش في الاراء، نكونوا كونتر بعضنا في الاراء مش في العقليات. انا جامي ما عندي، الحمد لله ما عندي حتى عدو، الحمد لله يا ربي كل الناس خاوتي. اذا ما نتفاهموش في الاراء بصح نشجع، بصح لكن هنا وجب الحيطه والحذر. انا ما يكلحونيش، ما نخليش واحد يكلحني. وان سبور بالله عليكم، نروحوا نستقسيوا الجزائريين كامل من الشرق للغرب للصحراء، نروحوا لهم ندير انترفيو معاهم، نستقسيوا الشعب. انا نهضر مع الشعب، انا ما نهضرش مع الصحراء، كلامي مع الشعب. يا جماهير الجزائريه ولا يا المحبين رياض محرز، اسكو تسمعوا بحاجه اسمها وان سبور؟ يقول لك ما نعرفهاش. وروح قول له فرونس فوتبول تعرفها؟ يقول لك وين نعرفها. قول له سكاي نيوز تعرفها؟ يقول لك نعرفها. بي بي سي تاع الانجليز تعرفها؟ يقول لك وين نعرفها. اليوفا تعرفها؟ نعرفها. الفيفا هذوك حاجه باينه، فيفا ما كانش ما يعرفهاش، شبيك فيفا. يقول له الكاف تعرفها؟ يقول لك نعرفها. بصح قول له وان سبور، انا ما وان سبور هذا الاسم هذا ما نعرفوش. زيد نعطيكم حاجه بالدليل، انا ما نهضروش من فراغ. داروا ميسي لا فينال مع محرز، علاش نسقسيو بعضنا، علاش داروا لا فينال هذا؟ علاش؟ لانه هذا مو للصفحة، هذا مجرد صفحة برك، حكاية فارغة في الانستغرام باش تطلع لي كومونتير، يطلعوا ياسر تشيع على الصفحة هذه وتبانوا ويدير البازو. خير الجزائر لان عندك اكثر من 40 مليون جزائري، كل رايحين يصوتوا المعرز بما فيهم حتى خوتنا اللي في الخارج، كل رايحين يصوتوا بالمعرز. يقول لك انا هاني ربحت، ما يخسر والو، الكومونتير كثروا لي، لي في على الصفحه نتاعي كثرت بعجل محرز. نزيدكم الجهه المقابله، هذا نقولها لكم، هذا اللي دارها
انسان يعرف لي سونتيمون يعني العاطفه نتاع الشعوب العربيه، ويعرف لي سونتيمون نتاع الناس الجزائريين والمصريين، يمشوا بالعاطفه. المصريين عيتبعوا صلاح، والجزائريين راحين يفوطيو على محرز. امور واضحه، امور بسيطه واضحه. ما لو واش دار هو هذا صاحب الصفحه وان سبور مش معروفه خلاص. انا ما نمنش باللي نقول لكم بصراحه، دوك نحكي لكم على ما نمنش. اذا واش يروح يدير؟ بكل بساطه يهز هذيك النسبه، يهز هذاك لي فيو كذا وفي لا. واش رايك عيدير مع محرز خير من ميسي؟ هاي نعم مش معقوله. ميسي صراحه انا مانيش ضد محرز، ميسي العالم كله يضحك عليه. مرة يقول باش ما يضحكش عليه نخليها منطقية لوجيك، نعطيها لميسي وراني ربحت لي كومونتير لي في بسبة محرز. نزيد كم ندير كم تصويت اخر باش نزيد لي في؟ نعرفوا مصر 100 مليون مش كيما 40 مليون الاخر ولا 45 مليون بالنسبة للشعب الجزائري. مصر كبيرة، عندها كثافة سكانية كبيرة. 100 مليون يقول لك كل راحين يخيروا صلاح 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 صلاح، هاي زادت لي في. كي تزيد لي كومونتير لي كومونتير والتصويت تزيد لي في، وزيد الناس تتبع الصفحه نتاعي، هاني رابح في لافير. هذه الحكايه كيف، لان انا نسيت هذوما والصفحات هذيا حكايات فارغه ما كاينش منها خلاص. ميسي ميسي ومحرز في لافينا، ونيمار مع صلاح، من بعد يديها نيمار، من بعد يديها ومن هنا من الجهه هذه يديها ميسي. يبعد الحكايه خاوتي، خليكم من كونوا شويه لوجيك، كونوا شويه لوجيك. ما نمنوش بالخروط وهذا بالتفاهات. انا قلت لكم روحوا سقسيوا الشعب، انا ما نهضرش، انا خاطئ، انا نخرب. سقسيوا الشعب برك، قولوا تعرف فيفا ولا تعرف وان سبور؟ يقول لك نعرف الفيفا. قولوا تعرف ليكيب، جريده ليكيب ولا وان سبور؟ يقول لك نعرف ليكيب. قولوا تعرف البي بي سي ولا هذه وان سبور؟ يقول نعرف البي بي سي. امور بسيطه. انا كي نلقى تصويت على الرابطه الدولي الانجليزي البريمير ليغ مديرها تصويت، وي اوكي معليش ندير الرابط نتاعو، ندير ليا نخلي الناس تصوت، ماذا بينا نشوف ولد بلادنا يربح. كي نلقى بي بي سي مديرها تصويت احسن لاعب في افريقي ولا احسن لاعب في الدوري الانجليزي، وي ندير ليا نتاعو، نديري محرز ولا ندير ليا. هذه امور اوفي، حوايج اوفيسيال. من الجهه المقابله نروح لفرنسا نلقى ليكيب ولا نلقى فرونس فوتبول ولا نلقى البي ان سبور. هذه عندها وسائل اعلام مقبوله معروفه، نهضرك على وسائل الاعلام، بس ما نهضرش على الهيئات الدوليه القاريه. الهيئات الدوليه القاريه راه ممكن نهضر عليها. وسائل الاعلام هذه مقبوله، نروح من جهه ايطاليا نلقى سكاي تاع الطليان، ولا نلقى لا غازيتا دولو سبور ولا كورير دولو سبور ولا روبوبليكا. هذه مش وسائل اعلام يعني ايطاليه معروفه، عندها قيمه، عندها معنى وعندها مصداقيه. كي ندير كي نفوطي انا ولا ندير لي انا نفوطي على ولد بلادي، معقوله مقبوله. ولا من الجهه الاخرى المانيا ثاني كيف كيف، نلقى بيلد ونلقى كيكر، كيكر بيلد يعني صحف مع وسائل اعلام مقبوله معروفه. من الجهه المقابله ثاني كي نلقى انايا الفيفا دير تصويت، الرابطه الانجليزيه دير بريمير ليغ دير تصويت، اليافا دير تصويت، الكاف الكاف دير تصويت. دير من اللي نتاعها والرابط وخلي الناس فوطي باش ولد بلادنا يربح. بصح ما نخليهمش يستغبيوني. وان سبور صفحه في الانستغرام، روح فوطي روح فوطي. من كونوا شويه لوجيك. هاني قلت انا كل واحد هو حر، كل واحد حر، كل واحد هو حر يتبع يتبع. بصح شي عندي ربي خلقني يعطاني عقل باش نفكر به ونميز به. صفحه في الانستغرام باش يهف الشعب المصري والشعب الجزائري لحلم صلاح ومهرز. مهرز مرا في نار مع ميسي، وصلاح مع نيمار. يكون لوجيك. انا قلت لكم هذا اللي دارها قاصد بها حاجه واحده، العاطفه. الشعوب ولا العربيه تمشي بالعاطفه، سواء المصريين ولا الجزائريين يمشوا بالعاطفه. انا ما يكلحنيش، انا ما يكلحنيش، انا مش منطق. دير لي وان سبور، شكون اللي يسمع بها؟ انا قلت لكم انا كي نلقى تصويت رسمي من حاجه رسميه، فيفا اليوفا الكاف الميديا تاع فرنسا، سواء كانال بليس وسكاي تاع الطليان، سواء سكاي تاع الانجليز، بي بي سي تاع الانجليز، فرانس فوتبول ليكيب، المانيا كيكر بيلد، ان حوايج اوفيسيال ندير انا الريان تاعهم ونخلي الناس صوتوا ان شاء الله ولد بلادنا يربح. وديجا نقول لكم اودي محرز مش محتاج هذا التصويت، ولا محرز كرون جوار
محرز مش محتاج هذه الصفحات التافهة، الصفحات المزورة، صفحات ترافيك. محرز بشانو بقدرو، محرز جرون جوار ويبقى جرون جوار. خلونا خوتي، إذا باش نوعي الناس، كي تلقوا الحوايج اللي سميتهم أنا هذا من الحوايج الأوفيسيال، ما ترحموش في التصويت، فوطي فوطي ألف مرة على محرز، لأنك ما تخافش، مي تلقى ترافيك. صفحة نديرها باش لي سونتيمون، على جال لي سونتيمون ويجيب لي فيو. باش يجيب لي فيو لي كومونتير يكثروا، على باله بلي الجزائريين يحبوا محرز والمصريين يحبوا صلاح، باش يخدم الصفحه تاعو الباج نتاعو ونروح انا نفوطي. كون شي لوجيك. اذا خاوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، ورمضان كريم وصحه فطوركم وصحه سحوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.